أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس العالمي يبحث في عدن مع السفراء الأوروبيين مستجدات الأوضاع وفرص إحلال السلام في البلاد. وزارة الخارجية تعلن قرب استئناف نشاطها الدبلوماسي كاملا من عدن. الوكيل العامري يطلع على سير أعمال مشروع أبراج الكهرباء للخط الناقل بوادي حضرموت. والسعودية تمنح تأشيرة مرور مجانا للمسافرين تسمح بالإقامة 4 أيام وأداء مناسك العمرة. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى بلادنا مستجدات الوضع اليمني والجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وإحلال السلام والاستقرار في البلاد. وخلال اللقاء أطلع الرئيس العليمي السفراء الأوروبيين على تطورات الوضع في الساحة المحلية، بما في ذلك جهود المجلس والحكومة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين سبل العيش بمشاركة كل المكونات الفاعلة في إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وبارك العليمي الجهود السعودية والوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع التطلعات في التنمية والاستقرار في البلاد. تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد السفير البرتغالي الجديد نونو ماتياس، الذي نقل لفخامته تحيات رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو سوزا. وعقب المراسيم المعتمدة عقد الرئيس العليمي لقاء بالسفير البرتغالي تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن. وأشاد العليمي بالموقف البرتغالي والأوروبي إلى جانب الشعب اليمني في تخفيف معاناته الإنسانية ودعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الوزارة ستستأنف قريبا نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها الحالية من العاصمة المؤقتة عدن، وستشهد نقلة نوعية وتحقق إنجازات جديدة مؤسسية وإدارية ودبلوماسية تساعد على تعزيز دورها الوطني في إنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير بن مبارك ومعه عدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى بلادنا للمبنى الجديد للديوان العام لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد وزير الخارجية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي وتشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة عدن. من جانبهم عبر السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية. تستمر في عدن الأعمال والتجهيزات في مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات والمقدمة من دولة الإمارات. اطلع وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس على الترتيبات والتجهيزات وسير العمل في المحطة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تذليل جميع العقبات التي قد تواجه سير العمل بما يضمن إنجاز المشروع في وقته المحدد. وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال التصريف والإجراءات المتبعة إضافة إلى المواقع والأماكن المخصصة لتنفيذ المحطة والصعوبات التي قد تواجه سير العمل وكيفية معالجتها لضمان إنجاز المشروع وفق الخطة المحددة. الجدير بالذكر أن مشروع محطة الطاقة الشمسية من شأنه أن يعمل على تقليل كلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار وتقليل الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد والحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذي في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فيناليس
استعدادات عقد مؤتمر المانحين وحشد الدعم الدولي المطلوب لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستراتيجية بمجالات الأمن الغذائي وسبل الصمود والعيش الممولة من الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير باذيب أهمية زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى عدن ودلالتها الكبيرة في دعم اليمن واليمنيين والعملية السياسية وخطة الاستجابة الإنسانية والتنموية، مؤكدا تطلع الحكومة إلى تعزيز أوجه العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين والمانحين وتقديم المزيد من الدعم في مختلف المجالات. ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين علي آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع البرنامج لدعم مشاريع وبرامج السلطات المحلية في المحافظات اليمنية. وأشاد الوزير الأغبري بالجهود التي يبذلها البرنامج في تنفيذه للعديد من المشاريع والبرامج التنموية الهادفة لبناء وتأهيل قدرات السلطات المحلية في المحافظات اليمنية، متمنيا للممثل الجديد للبرنامج النجاح في مهامه كافة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على سير أعمال مشروع أبراج الكهرباء للخط الناقل 132 كيلو فولت في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر الممتد من خرير إلى منطقة غريو. وتعرف الوكيل العامري بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت عبد القادر الجنيد من اللجنة الاستشارية على المشروع على ما يتم حاليا من أعمال وما التحديات التي برزت في أثناء التنفيذ وسبل التغلب عليها. وأكد العامري أهمية العمل بوتيرة عالية وبروح المسؤولية في سبيل إنجاز المشروع الحيوي للمساهمة في تعزيز الطاقة التوليدية لكهرباء وادي حضرموت لينعم المواطن بكهرباء مستقرة خلال الفترة القادمة. حددت قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت 6 فبراير موعدا لإقامة الحفل الخطابي والتكريمي لأوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى المحافظة والجمهورية للعام الدراسي الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة مدير مكتب الوزارة بالساحل أمين بعباد لاستعراض آخر الترتيبات النهائية للحفل وإقرارها من قبل اللجنة. وقال بعباد إن الحفل يأتي تزامنا مع استكمال مشروع إعادة تأهيل قاعة الاحتفالات الكبرى الذي تم تصميمه بشكل إبداعي من قبل المتخصصين في شعبة المشاريع بمكتب الوزارة بالمحافظة. أطلقت السعودية ممثلة في وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها. وستكون المنصات الإلكترونية الجديدة المستخدمة للحصول على تأشيرة المرور لزيارة السعودية متاحة لجميع المسافرين دون استثناء، ويتيح هذا النظام الجديد للمسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع واستلام تأشيراتهم بشكل أسرع. يشارك مواهب أكاديمية تيا الرياضية في بطولة كأس العرب للتايكوندو في مدينة الشيخ زايد الرياضية بالفجيرة بالإمارات. وتأتي مشاركة مواهب أكاديمية تيا الرياضية ضمن برامج أكاديمية تيا الرياضية أحد برامج مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. وتعد هذه البطولة التي يشارك فيها 5 من مواهب حضرموت من أكبر التجمعات الرياضية للعبة التايكوندو في العالم. وكان مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي قد التقى في ختام مرحلة الأعداد التدريبية بالمشاركين ودعاهم إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية وتقديم صورة طيبة عن رياضة التايكوندو والأخلاق والروح الرياضية التي دائما ما يتحلى بها أبناء الوطن عموما وحضرموت خاصة بصفتهم سفراء لليمن في هذا المحفل الدولي والعربي والاستفادة من هذه المشاركة. وأولا نشكر الشيخ عبد الله بقشان بدعمه
وتحفيزه لنا في المشاركة في هذه البطولة، وطالبنا إدارة الأكاديمية بإقامة معسكر قصير في المملكة العربية السعودية تحت إشراف مدرب معتمد لاكتساب القليل من الخبرات في المملكة، ونقدم مستويات أعلى في البطولة. وإن شاء الله من خلال هذه المعسكر القصير نقدم مستويات كويسة في البطولة. إن شاء الله ستكون المغادرة من المملكة العربية السعودية إلى دبي بإذن الله يوم الثلاثاء، والبطولة إن شاء الله تبدأ من يوم الخميس إلى 8 في الشهر، بطولتين، بطولة الكأس العرب تزامن مع بطولة الفجيرة الدولية مصنفة جيتو. ونشكر الأكاديمية التية على كل ما قدمته من جهود لنا وإقامة المعسكر التدريبي. نشكر الشيخ عبد الله بقشان على كل جهود المقامة في مشاركتنا في البطولة، وبإذن الله إن شاء الله نجيب نتائج زينة وإن شاء الله الكل ذهبيات في البطولتين. بسم الله الرحمن الرحيم. مراحل تدريبات الشباب لنادي مركز التية على قدم الوساق، فحضرنا لهم كذا دورة وتدريب مكثف على القوانين الجديدة واللعب الجديد والأسلوب الجديد في اللعب. طبعا نادي تيا هي أحد مبادرات مركز حضرموت التنمية البشرية، فهذول الشباب مواهب، عندهم مواهب ولعبة جيدين. والآن ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العالمي يبحث في عدن مع السفراء الأوروبيين مستجدات الأوضاع وفرص إحلال السلام في البلاد. وزارة الخارجية تعلن قرب استئناف نشاطها الدبلوماسي كاملا من عدن. الوكيل العامري يطلع على سير أعمال مشروع أبراج الكهرباء للخط الناقل بوادي حضرموت. والسعودية تمنح تأشيرة مرور مجانا للمسافرين تسمح بالإقامة 4 أيام وأداء مناسك العمرة. في ختام النشرة مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت TV
ودمتم في أمان الله.